بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في باب الاشتغال إلى البيت 63 و200، وفيه يبين ابن مالك ترجيح الرفع. ترجيح الرفع، لكن متى يرجح الرفع؟ يرجح الرفع مر معنا أربع حالات للاسم السابق للفعل اللي هو منصوب على الاشتغال أو مرفوع. الآن قبل أن نأتي إلى بيت ابن مالك نستعرض الحالات التي مرت معنا. في هذه الجملة نلاحظ الأسماء الملونة: إن زيداً أكرمته أكرمك. ما حكم الاسم الملون؟ واجب النصب أو جائز النصب؟ واجب النصب. لما؟ إذن واجب النصب في هذه الحالة لأنه سبق بأداة تختص بالدخول على الأفعال. إذن ما حكمه؟ واجب النصب. نعم، عض عليه بالنواجذ. واجب النصب لأنه سبق بأداة تختص بالدخول على الأفعال. المثال الثاني: خرجت فإذا زيد يكرمه أخوه. لماذا؟ واجب الرفع لأنه سبق بأداة تختص بالدخول على الأسماء على المبتدأ. الدخول على المبتدا. ثم الجملة التي بعدها: زيدا أكرمه. ما حكم الاسم؟ وجوب النصب. ترجيح النصب. ترجيح النصب لما؟ لأن يوقع بعده فعل يدل على الطلب. لأنه جاء بعده فعل طلبي، والطلب كما قلنا أمر نهي دعاء. كما قلنا زيدا أكرمه، زيدا لا تهنه بالنهي، زيدا رحمه الله، حفظه الله، رعاه الله، أو كما مثل ابن هشام: اللهم عبدك ارحمه. طلب فيه معنى الدعاء. هذا حكمه واجب أم جراجع؟ أيوة، ترجيح النصب لأن الفعل بعده طلبي. الحالة التي بعدها: زيد قام وخالد أكرمته. جواز الوجهين. زيد قام، لو أضفنا أبوه هنا، زيد قام أبوه وخالد أكرمته. ما الحكم؟ جواز الوجهين على حد سواء. إذن على السواء دون ترجيح. طبعا دون ترجيح لأنه سبق بجملة ذات وجهين: صدرها اسم وعجزها فعل، يعني المبتدأ زيد وخبره جملة فعلية. فنرفع مراعاة للصدر اللي هو الاسم، نكون قد عطفنا جملة اسمية على اسمية، وننصب مراعاة للجملة الفعلية. مراعاة للجملة الفعلية حتى نعطف جملة فعلية على فعلية. الآن نصل إلى بيت ابن مالك. يقول ابن مالك: فيما مر معك حالات أربع، إذا لم يترجح عندك النصب ولا يجب الرفع ولا يجب النصب
ولا جواز الوجهين ولم يجز الوجهان على السواء، بقي عندك حالة رافعة أو حالة واحدة هي وجوب الرفع، ترجيح الرفع. ترجيح الرفع، نعم، ترجيح الرفع. قال والرفع في غير الذي مر، ما هو الذي مر؟ هذه الحالة، هذه الحالة وجوب النصب، وجوب الرفع، ترجيح النصب، جواز الوجهين على السواء. في غير الذي مر هذول الأربعة، نعم، ترجيح، ترجيح الرفع. لما رجحت لنا الرفع يا ابن مالك؟ زيد أكرمته، هل هذا الفعل طلبي؟ لا. هل هذا الفعل سبق بأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ لا. هل هذا الفعل دعائي؟ لا. هل هذا الفعل سبق بجملة فعلية؟ لا. هل هذا الفعل سبق بجملة ذات وجهين؟ لا. إذن ما عندي حالة من الحالات تنطبق عليه مما مر، فرجح الرفع. لما؟ لما رجح الرفع؟ مبتدأ زين، جملة رفع خبر، بقاء الأصل، البقاء على الأصل، البقاء على الأصل، لأن أصل بعد كمان بيجي مرفوع. كرمته لا يدل على أمر، يدل على أخبار. تمام، إذن لأنه خبر، خبر ما ترجح أي شيء، لو كان أمرا لترجح النصب، لترجح النصب. نعم، شوف أنا الحالات الأربعة انتفت فيها، انتفت فيها التحقيق هذه، فترجع من الرفع. نعم، نقول لأن لأننا نحن عندما نريد أن ننصب زيد، ما الذي يجب علينا؟ تقدير فعل. نقول زي أكرمت زيدا، أكرمت، وعدم التقدير أولى، فبقي مبتدأ مرة، عدم التقدير أولى. إذن ترجيح الرفع، الرفع، لأن عدم التقدير أولى من التقدير. إذن لأن عدم التقدير أولى من التقدير، فالبقاء على الأصل، يعني زيد مبتدأ وجاءت الروايات جنات، جاءت رواية جناتي، لكن الأصل جنات عدن، بالرعد وبفاطر، جنات عدن، تمام، جنات عدن يدخلونها من أبائهم وأزواجهم، تمام. طيب هذا سؤال، هل من سؤال؟